يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يحب أبواه، أن يحب أبويه الحب الطبيعي؟ أبويه ليش؟ كافرين؟ إيه نعم، كان من الكفار. الحب الطبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن لا يحبهم الحب الديني، يحبهم من أجل دينهم أو هذا لا يجوز. ما يحبه لأنه أبوه أو أخوه في النسب، المحبة طبيعية. نعم.